كل الأعمال مكفرة أو لكل عمل كفارة، والصوم لي، وقوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به. قال: فالاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال. ثم ولما كانت ثمة أقوال كثيرة لأهل العلم في هذا المقام لما استثني الصيام من الكفارة، الأعمال كلها مكفرات، كل الأعمال الصالحة مكفرات، إن الحسنات يذهبن السيئات، كل الأعمال. لما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الصيام؟ فيها أقوال كثيرة، لكن المصنف كأنه اختار فقال: ومن أحسن ما قيل في ذلك ما قاله سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قال: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها، إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة.